يقولون إن لبنان يقف على حافة الهاوية وعلى باب المجهول، لكن الأحداث تقول إن لبنان وقع في الهاوية ودخل المجهول. كثر يتشائمون بالرقم 13، وقد انطبق هذا التشاؤم على لبنان في عام 2013، وإليكم 13 منها. لم يكد العام يطوي شهره الثاني حتى استقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فأني أعلن استقالة الحكومة. إذن بات البلد يتيماً من حكومة، وها هو يمزق الورقة الأخيرة من العام يتيماً، إلا أن الرئيس المكلف لم يرفع العشرة بعد، فما أضيق التكليف لولا فسحة الأمل. الأجواء والمخاطر اليوم سائدة من تفاؤل. وفي وقت كانت لا تزال الحكومة قائمة، تيتمت عائلتان نقيب بيير بشعلاني والرقيب أول إبراهيم زهرمان بعد تعرض دورية للجيش لكمين مسلح في عرسال فكانت المذبحة. العام 2013 شهد ارتفاعاً غير مسبوق في نسبة الحقد على المؤسسة العسكرية لدى بعض المواطنين، ما أدى إلى استشهاد جنود لبنانيين في أحداث عدة. فمن ينسى الدماء التي سالت في عبرة في أحداث هرب خلالها أحمد الأسير بعد أن تسبب بالمجزرة؟ الدولة سقطت مرة أخرى في امتحان حماية مواطنيها وحفظ كرامة رجال الشرف والتضحية والوفاء، وتسقط أيضاً في فخ الهارب رقم واحد لهذا العام. ليس هذا التسجيل الأوحد من صنفه، فالمداخلات الصوتية السلفية كثرت، أشباح جدد يلعبون الغميضة مع الدولة ويهددون رسميها. سوف يعلم عدو الله الوزير شربي ما قاله بالأمس وسوف نضحي به. ومنهم من يحذر الصحفيين. جبهة النصرة تهدد الجديد بالتفجير. الاعتداء الذي توقعناه من المتطرفين جاء من أبناء الدولة، من جهاز الجمارك الذي أبى أن يودع العام من دون أن يكشف عن وجهه الآخر. بعد الفساد اعتداء بالضرب على فريق الجديد. في البلد الذي يفيض فساداً لا استغراب إن انسدت المجاري وفاضت الطرقات بالمياه الآسنة مع أولى زخات المطر، وأنتم الذين علقتم في نفق المطار لساعات وساعات لابد تحتفظون بذكرى سيئة جداً من السنة الراحلة. اللبنانيون الذين لم يغرقوا في فيضانات الشتاء ابتلعهم بحر إندونيسيا الشاسع. عام 2013 أخذ معه عشرات المواطنين الذين هربوا بحراً من المهانة. وفي حصاد السنة اغتيالات طال الطرفين نزاع، فقد استشهد لحزب الله القيادي حسان اللقيس وللمستقبل المستشار محمد شطح. وفي سلة الأمن السائب تفجيرات استهدفت مدنيين وأحياء آمنة من طرابلس إلى ضاحية بيروت مروراً بالسفارة الإيرانية، وبعد صواريخ متنقلة وعمليات خطف غب الطلب. أمن طرابلس مخطوف كذلك ونفسها مقطوع. بين التبين وجبل محسن حرب دائمة لم يجد لها أي مسؤول حلاً، والقضاء هو الآخر لم يعثر على حقيقة محاولة اغتيال الوزير فيصل كرامي. الاغتيال انسحب من الشخصيات على المؤسسات، فطرفان نزاع اللبنانيان سيطرا على المجلس الدستوري وحكما عليه بالتعطيل. الفضيحة الكبرى التمديد لمجلس النواب. ممثلو الشعب مثلوا عليه أكثر مما مثلوه خلال ولايتهم، ارتأوا أنهم يستحقون البقاء على كراسيهم، فرميت البندورة في وجههم، وحاول عدد من الناشطين في المجتمع المدني اقتحام مبنى المجلس. في 2013 تفاقمت أزمة اللاجئين السوريين وتفاقم معها عجز الدولة في معالجة الملف، تخطى عددهم المليون وتخطت معاناتهم قدرة أي بشري على الاحتمال. وبما أن محطات الفشل لا تقتصر على الأمن والسياسة والشأن الحياتي، فهي امتدت إلى الرياضة، إلى كرة القدم تحديداً. هي فضيحة تورط فيها لاعبون وإداريون من أندية لبنانية مع شركات المراهنات بهدف التلاعب بنتائج المباريات. كل ذلك حصل في بلد بحجم كرة يتقاذفه من فيه ومن خارجه كالكرة، وهو لم يستقر بعد على عشب أخضر. كريستين حبيب، قناة الجديد.